بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل تيست فايف اون يونت تن، هنحل الاختبار الخامس على الوحدة العشرة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، listen and circle يعني استمع وضع دائرة. الكلمة اللي بنسمعها في كل نمبر بنعمل عليها circle، دائرة. number one clerk، الكلمة الأولى. number two hurry، الكلمة الثانية. number three dirty، الكلمة الثانية. تاني سؤال، listen and complete، استمع وأكمل. هنا بقى الكلمة اللي بنسمعها بنكتبها في النقط. عندنا dialogue، حوار بين A و B. ايه بقول لي بيه؟ واو، واتا نايس، قايت، يا لها من طائرة ورقية رائعة أو جميلة. بي قال له ثانكس، شكرا. اي ميد ات ماي سيلف، لقد صنعتها بنفسي. ايه سأله سؤال بقول له ووز ات هارد، هل كان ذلك صعبا؟ فقال له نو ات ووز ايزي، كان سهل. بعد كده سأله سؤال تاني، وات دو يو نيد تو ميك ا كايت، ماذا تحتاج لتصنع طائرة ورقية؟ رد بيه على ايه وقال له some paper and string، بعض الورق والخيط. بعد كده circle the odd word and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة. number one sticker، nurse، doctor، clerk، كلهم jobs، مهن او وظائف ما عدا sticker. نعمل عليها circle ونكتب vet، طبيب بيطري. number two paint، burn، build، dirty، كلهم verbs افعال ما عدا dirty. نعمل عليها circle ونكتب watch، يشاهد. number three she، take، he، they، كلهم pronouns ضمائر فعل ما عدا take، نعمل عليها circle ونكتب we. number four sang، made، tape، one، كلهم verbs افعال، regular verbs افعال غير منتظمه ما عدا تيب، نعمل عليها سيركل ونكتب سو، راء. number 5 foot، leg، hand، string، كلهم parts of the body ما عدا string، نعمل عليها سيركل ونكتب arm، ذراع. بعد كده choose the correct answer from a b c or d. number 1 they will take a nap، يعني هم سوف ياخذوا غفوه أو قيلولة. number two I like collecting stickers، أنا أحب جمع ملصقات. but ولكن I don't like building models، ولكن لا أحب صنع نماذج. طبعا قلنا but بمعنى ولكن، تربط بين جملتين متناقضتين، يعني جملة مثبتة وجملة منفية. number three making a kite isn't hard، صنع الطائرة الورقية ليس صعب. it's easy، إنه سهل. number four I like playing volleyball، أنا أحب لعب كرة الطائرة. بعد like الفعل اللي بيأتي بإضافة ing. بعد كده read the passage and answer the questions، اقرأ القطعة وأجب عن الأسئلة. at the summer camp، في المعسكر الصيفي. we can do a lot of activities، نحن نستطيع أن نفعل الكثير من الأنشطة. I like collecting stickers، أنا أحب جمع ملصقات. but ولكن I don't like painting، ولكن لا أحب الرسم أو التلوين. my friend Ali، صديقي علي، likes cycling، يحب ركوب الدراجة. but he doesn't like singing، ولكن لا يحب الغناء. my friend سما، صديقتي سما، likes reading comic books، تحب قراءة الكتب الكوميدية. but ولكن she doesn't like building models، ولكن لا تحب صنع نماذج. بعد كده true or false، سما likes reading comic books، يعني سما تحب قراءة الكتب الكوميدية. true ده الكلام اللي قلناه عن سما. number two I don't like cycling، أنا لا أحب ركوب الدراجة. طبعا false، الشخص طبعا اللي بيحكي القطعة بقول I don't like painting، أنا لا أحب الرسم أو التلوين، ما قالش cycling. number three Ali doesn't like building models، علي لا يحب أن يصنع نماذج. طبعا برضو هنقول false علشان
احنا قلنا عن علي doesn't like singing، ما قلناش building models. بعد كده answer the following questions. Number 4 where can we do a lot of activities، اين نستطيع ان نفعل الكثير من الانشطة؟ At the summer camp، في المعسكر الصيفي. Number 5 who likes cycling، مين اللي بيحب ركوب الدراجة؟ Ali likes cycling، يعني علي يحب ركوب الدراجة. بعد كده ريارينج الترتيب. Number 1 she will make a video، هنا جملة في زمن المستقبل بنبدأ بالفعل وبعد كده will وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة. She will make a video، هي سوف تقوم بتصوير فيلم فيديو. Number 2 does he like cycling، ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد، يبقى أول حاجة فعل مساعد، فاعل، فعل أساسي باقي السؤال. Does he like cycling؟ هل هو يحب ركوب الدراجة؟ Number 3 was it hard؟ هل كان ذلك صعبا؟ Was it hard؟ Number 4 they like reading comic books، هم يحبوا قراءة الكتب الكوميدية. They like reading comic books. بعد كده عندنا باراجراف. Look in the right paragraph of 5 sentences، انظر وقت الفقرة الإنشائية من 5 جمل. I can see a boy، أنا أرى ولد. I can see a girl، أنا أرى بنت. She made a kite، هي صنعت طائرة ورقية. It is a nice kite، إنها طائرة ورقية جميلة. It's easy to make a kite، إنه من السهل أن تصنع طائرة ورقية. هنقولهم كمان مرة. I can see a boy، أنا أرى ولد. I can see a girl، أنا أرى بنت. She made a kite، هي صنعت طائرة ورقية. It is a nice kite، يعني إنها طائرة جميلة. It's easy to make a kite، إنه من السهل أن تصنع طائرة ورقية. بعد كده بنكتويت the following. Number 1 defeated، الام في مجدي وفي الآخر علامة استفهام question mark. تاني defeated والام في مجدي وفي الآخر question mark علشان ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد did. Number 2 الاي الضمير اي في أول الجملة هنزله كابيتال، الضمير اي في أي مكان في الجملة بنزله كابيتال، سواء اجا في الأول أو في النص أو في الآخر كابيتال. وبين painting و singing كومة، بين painting singing كومة، وفي الآخر full stop. كده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تحطوا لايك للفيديو، تشيروا الفيديوهات لأصحابكم، وتضيفوا أصحابكم للقناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.